الكرة تمر من بين القدمين تذهب إلى تغطية مثالية. أجمل كرة في المباراة تنتهي بركلة ركنية لصالح المنتخب البرازيلي اللي بدأ يضغط وبدأ بقى يحاول أن يعزز التقدم رأسيا من لاعب جوان، ولكن التغطية الدفاعية أدي أمامنا بقى المنتخب البرازيلي يظهر قوته. ومرة ثانية ومرة ثانية جوان في مرة أولى تصدى الحارس هنا، ثم مرة ثانية يسدد المرة دي برأسية بمنتهى القوة. جوان يسجل هدف للمنتخب البرازيلي. ادي امامنا السعاده من جانب دونجا جانب الاداء. منتخب البرازيل يلعب كما يريد، عندما يريد ان يضغط، عندما يريد ان يسجل ويستغل تواضع مستوى الحارس سباستيان فيرا. ادي امامنا جوان اللي بيسجل هدف الدولي الخامس، كابتن البرازيل في كوبا امريكا 2004، واللاعب اللي بيعود ونجم روما ونجم ليفركوزن ونجم فلامينجو ينجح في احراز هدف جميل. شوف حضراتكم الاعاده، دي الكره الاولانيه، دي الراسيه الاولانيه، تصدى ليه على طول الحارس، لكن الدفاع يطلع من نفس المكان ايلانو يلعب الكره المره دي، خد القائم القريب على طول جوان وحارس المرمى سباستيان فيرا انقذ الاولى. لكن المره الثانيه بقى مش في كل مره تسلم الجره، المره دي جوان يرتقي يعلم الجميع ويعلو باحلام وطموحات السامبا البرازيليه في هذه اللحظات بالفوز 2-0.